افتتحنا اليوم الطبعة السابعة لهذا الصالون، حدث اقتصادي سنوي منذ 2018 يهتم بتنمية الاقتصاد في جهة الشرق الجزائري اللي عندها إمكانيات كبيرة ومؤهلات. الطبعة السابعة فيها 137 عرض ومن 7 دول أجنبية. هناك 17 شركة أجنبية من 7 دول، هي بلجيكا، ألمانيا، الصين، إيطاليا، فرنسا وتونس. عندنا هدف أنه استقطاب زيارة الشرق والمعرفة على الشرق، والحمد لله كانت خطوة جيدة جدا إيجابية، وتعرفنا فيها على أشخاص ومهندسين ومصممين، وكان هذا الطلب وهذا العمل مطلوب في الشرق بشكل جدا كبير، وإن شاء الله المستقبل ممكن نعمل فرع في الشرق الجزائري إن شاء الله. الهدف من المشاركة تعنا في المعرض، الشعار تعنا في هذا المعرض هو اسمع علامتك، نشجع الشباب اللي يحبوا يطوروا العلامة تاعهم التجارية الصناعة في المصنع تاعنا.